شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إخوانه وأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية 28 برئاسة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات. ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في استقبال جلالته جلالة العاهل الأردني الذي رحب بجلالة الملك شاكرا جلالته على تلبيته الدعوة والمشاركة في القمة العربية.